هنا تونس الماضي ساعة وأربع دقائق مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد. شكرا على المتابعة وعلى الاستماع، شكرا لكل من التحق بنا الآن على أمواج ديوان اف ام. ما زلنا مواصلين حوارنا مع ضيفي في الجزء الأول، عضو مجلس نواب الشعب ياسين العياري، مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بسادة المستمعين. نذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل، صفحة الفيسبوك ديوان اف ام، وتنجموا تخليوا كل التفاعلات والآراء والمقترحات، إذا تنجموا تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر اللايف ستريمينج على صفحة الفيسبوك ديوان اف ام، كما تنجموا تابعونا زاد على السيت ويب ديوان اف ام .net اللي تلقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. كنا نحكيو منذ قليل على أهم ما جاء في حوار رئيس الحكومة البارح الياس الفخفاخ ياسين العياري، والحقيقة المتابعة للحوار على مستوى التشخيص، على مستوى واقع المؤسسات العمومية، على مستوى الوضع الاقتصادي، على مستوى مؤشرات المالية العمومية، ومؤخرا زميلك النائب أسامة الخليفي عن قلب تونس تحدث على أنه وزير المالية وصل بكاف المجلس من عش المعلومة هذه، لأنه فما تضارب حولها. هذا لا يخفي اليوم صعوبة الوضع ياسين العياري، وهذا اللي يخلي برشة توانسة اليوم يقول لك لازم نعطيه فرصة للحكومة هذه، لأنه ما نجموش نكونوا قاسيين ونكونوا صارمين بشكل مبالغ فيه، يلزم نعطيه مدة لهذه الحكومة تخدم تنفذ إصلاحاتها تقدم رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية، ثم نجموا نحاسبوا الحكومة هذه. أنت مع هذا الرأي؟ أكيد. شوف، أنا منيش من النوع اللي قصيد السرق قبل ما يسرق، تاخذ فرصة تخدم، لكن لما نشوفوك تزرع في بصلة وتقولنا راهي تطلع تفاحة، نقول لك راهو نستناوك عام اثنين ثلاثة نعطيوك الفرصة اللي تحب عليها نسقيوها للصباح، راهي بصلة. دوك احنا اش نعملوا؟ نعاونوا، ندعموا. أنا قلت لك ائتلاف الحاكم اللي معاه ما صوتلوش على اتفاقية وأنا صوتت له، كي لازم نشكر وزير شكرت وزير وصادقا، معناها اللي عنده ما يعطيني اللي عندي ما ناخذ من عنده، بالعكس نصرف منها، معناها انك في المعارض تشكر في الوزراء تصرف منها تسمى بالمعنى السياسي، ما عنديش العقده هذه، ما عنديش المشكله هذه، لكن ثم حاجات ما تعديش. انت لما كيما تحكي على الماليه العموميه ومعناش تقول باش خلص 8000 مليار في عام، مش تجيبهم، علاش غلط فينا؟ انك تحكي لنا حكايه قولا وفعلا لقوك حاجه اخرى مختلفه تماما، ما نجمش نسيبك. فاناش نعمل؟ المعارضه لقوا اقتراح والضغط تتخاطب مع الرأي العام تحاول تصلح، لكن ياس فخفاخ عنده مشكلة مع البرلمان، حقيقية مع البرلمان. علاش؟ نعطيك، انت نسألك سؤال، تتوجه لك لجنة التونسيين بالخارج بطلب رسمي عبر رئاسة المجلس باش يجينا، انا منحكي معاك تستقبلنا، تخليه راقد في الدرج ونلقاه قاعد مع الانستغرامات، كيفاش حابين ناخذ الموضوع؟ قلت احترام المجلس وقد احترام التوانسة بالخارج، ممكن خاطر هو ترشح في المجلس ما يجيب حتى نائب، خاطر ما يفلتش فرصة إلا أنه يعفز في المجلس عليه، اللي ينشطوا في الانستغرام وفي اليوتيوب وفي الفيسبوك ما هو مش توانسة، مع عليهم شرائي حتى توانسة في الخارج. سمحني، حتى توانسة في الخارج انت منين جاي يا سي العياري؟ حتى توانسة في الخارج وين عارفوك؟ توانسة عارفوك في الفيسبوك، حتى توانسة في الخارج وعارفوك من خلال مواقفك في الفيسبوك. ما كنتش في الفيسبوك نحكي على الشامبوان والروجا ليفر والكريمة ذي تنحي الحبوب، لا سمحني، كنت في الفيسبوك ناشط سياسي من عهد بن علي وما عيطليش فخفاخ حتى وقتها، ولا عيط لي حتى حد، وما كنتش انا حتى حبش يعيط لي، سامحني. دخلت لهم الانستغرام هذو ماشي يعملوا بيبليسيتي نتاع مريول نتاع شارت نتاع مونجالا نتاع كريم تنحي ترتب الشعر، سامحني، خلينا نكونوا واضحين، في وقت فراغك صح وفرح، اما انك شهر كامل تستنى فيك لجنه التونسيين بالخارج نواب منتخبين في مواضيع تهم خدمتك، ما تلقى لهمش وقت، تلقى لي وقت نتاع قاعده تاع تقعيد عود، سامحني، خاطر اسمها تقعيد عود، شنو المخرجات اللي خرجت منها للقاعده هذيك؟ سامحني، ما يسالش، اجتماع شباب تونس مختلفين على عيني وراسي، شنو المخرجات اللي خرجت منها؟ شرتهاش؟ قلت لي فاش حكيتو؟ فاش نفعت التوانسه؟ لا، ليش تونسي بالخارج تنفع التوانسه؟ عندك 1.5 مليون تونسي قايمين بتونس، كنقول قايمين بتونس، قايمين بتونس، 5% من البي بي نتاعنا فقط تحويلاتهم فقط، ماهيش نحكي على السياسه، على السياحه. ما تجيش، خاطر انت ما خديتش حتى نائب في البرلمان، لا عندنا مشكل. عندنا مشكل حقيقي. ما ينجمش يكون المشكل ايضا في مجلس نواب الشعب اللي انت تنتمي له ياسين العياري، علاش نطرح عليك السؤال هذايا؟ اليوم رئيس الحكومه الحقيقه قدم مؤشرات مفزعه في علاقه بوضع فوسفات قفصه، في علاقة بوضع المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية كما تونسير وغيرها، يقول لك قد نضطر
للتقليص في الأجور، يقول لك مش ممكن نمشيو في زيادات في الأجور في الفترة القادمة، مش ممكن نزيدوا انتدابات فوق الطاقة في قطاع الوظيفة العمومية. البلاد على حافة الإفلاس ياسين العياري، وانتم لهين في عيتة وشهود على ذبيحة قنفود. لا سمحني عايشك، رئيس حكومة إذا عنده معطيات وأرقام وعليه ويمشي نحيه ومنحيه شنو المعطل، يذكرها في تقرير مفصل كتابي ينشره للعموم ويرسله الى نواب مجلس الشعب، مش يحكي معاه في صحافي في 50 مينوت والصحافي لقى له اناه المؤسسه لقداش لعلاش هذية لو مش نقص لانهم سمحني الناس تخدم تخش في الفلوس وتاخذ في الفلوس اناه مساله حتى حد يقعد كلام عمومي مش هيك سير الدوله. اذا عندك ناس تخدم وما تاخذ في الفلوس فقط تعمل انت هذه النيابه العموميه مش هي مش تقارير رقابيه خدمه مثلا وكاله التبغ ياسين العياري بلا سمحني على وكاله التبغ والمعطيات خطيره جدا. لا مش خطيره اقول لك علاش يعطيه في ذواق الموظفين في بكوة الدخان. يا اخي سامحني تعرف وقتاش عندك القوه باش تضرب على الطاوله في الموضوع هذايا؟ وقت مديش عندك بنت وزير ماخذ كرامه الدوله تحوس بها تضرب بها في العباد. اه وقتها تقول لي الموظف نعطيه في 10 بكوة الدخان نحيله ال 10 بكوة الدخان وفساد على عيني وراسي. اما انت كرامه 250 مليون اعطيها بنت الوزير تفلق فيها وتغطيه عليه ودلسوا في محضر. قالوا شنو اللي صار هو؟ بعد دلسوه المحضر قالوا شنو معاه شي فوري سوق حبوا يحطوا خدام يمشي في العفس في السقيل. الدوله اللي تحب تضرب على باكو دخان من حقها حتى من الليم يسمى فساد من الليم. اما زي ما تبدا بروحك قبل ما عندك حتى مصداقيه كحكومه ما دام عندك وزير عاتب بنته تفلق الكهرباء بتجي تقول شو بك باكو دخان. هاي الثقه كيفاش تبنى؟ هاي الثقه بالبغله في العراق لو عثرت. أما أنت اليوم وزرتك تمشي في الطيارة وتجي في الطيارة وتوانسة عندها شكون مات ما لازمش تروح. الآخر عامل ديلي دينيشي المعلومة الممتازة اللي هي فساد حسب القانون قال لي اجتهادات والآخر يفلق في عاطي كرهبة الشعب البنت تفلق فيها وبعد يجي يقول لي لا أنت يا فيها شكون خذ 10 بكوة دخان. فما مسؤولين اليوم على راسهم ريشة، فما أحزاب سياسية على راسها ريشة في الائتلاف الحاكم الحالي. سهل ياسر المواطنين ما فوقهمش ريشة، الوزراء فوقهم ريشة سي سامبل، والقراب من الوزراء فوقهم ريشه. هو شو يعمل اللي يسبق فيقول نقسموها احنا. انت تعرفش كيفاش؟ نحي الريش من فوق المواطنين، واحنا كما نواب معارضه تو نحيو الريش من فوق الوزراء. اضغط على القضاء كيوسف الشاهد كان تحب انت حر، خاطر قدمت 12 قضيه عملوا ضد وزراء من يوسف الشاهد تاع عدد ما نكون راقدين في الرفوف. تو نشوف القضيه اللي رئيس الحكومه ما يحكي على السياسه الجزائريه للدوله تو قال احنا باش من ضمنها انه حتى حد ما فوق ريش هذا هني ماشي القصد بالقضاء يصب بيه قضيه ونشوف وين تمشي. وماهيش بدعره. رؤساء كثيرين لحكومات تقدم بهم قضايا وخسروها في شدوا الحبس. معناها ماهيش بدعه. ما عندوش حصانه رئيس حكومه. اذا عنده شركات اذا يعمل في الاثراء الغير مشروع، لانك انت كده عندك اسم تعاقد مع الدوله وانت رئيس حكومه اسمه اثراء غير مشروع تضارب مصالح، اسمه فساد. وانا نوجه نداء عبركم الى الزميله سامي عبو. نحب تضرب معايا في الدوسي هذا، عندها خبره في الموضوع هذا، نحب تضرب معايا. لانه دوسي مع ضد رئيس حكومه فيها تضرب مصالح، عنده الخبره في الموضوع هذا، يحب يجي يضرب معايا في الموضوع. علاش انت تشك اليوم انه سامي عبو ما تفتحش ملفات من هذا القبيل؟ لا ابدا اليوم انا كنت نشك ما كنتش نوجه لها دعوه. بالعكس. انا خاطر متاكد انها لن تتسامح مع شيء كيما هذا وعندها خبره في الموضوع، هم حزب كبير معناه وعندهم ما يكفي من النواب الامكانيات، نتصور المساعده نتاعهم تنجم تكون مفيده جدا لان باش تحل الدوسي هذا. طيب في نفس الوقت وكأنه كان فما نقد ضمني من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في حواره البارح ياسين العياري لما تحدث عن البرلمان وقال شبه توصيف طريف الحقيقة تنقلوه برشة توانسة خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي. قال لي كما اللي كان قاعد وقام يبوس في الحيل. لا تليق في الوقت حكومة. اللي الحكومة قاعدة تخدم في الوقت اللي وزراء قاعدين يجتهدوا هو يأكد على الاجتهاد ويقول أنا مع اجتهاد شرط تربح منه فلوس حتى هو الشركه نتاعو اللي فيها 20% تربح في الفلوس سميه اجتهاد حتى هو البرلمان اسمه خلف القانون البرلمان يخوض معارك لوائح في حقيقه الامر ما اثرت حتى شيء على واقع التوانسه اثرت الى حد الان جدل انقسام تسريبات مثيره للجدل واخرها التسجيل الصوتي للنائب سامي عبو ولزميلك النائب عن حركه النهضه بشر الشابي. الحقيقة برشا يلوموا عليكم في البرلمان، يقول لك وكأنه البرلمان الحالي أصبح عبء على التجربة الديمقراطية. ياسين العياري فما مشكل فيكم في أدائكم في خطابكم في إدارتكم للصراع
السياسي. خلينا في البداية نحب نعرف موقفك من التسجيل المسرب أو اللي هو موجود وتم الحديث عليه، لأنه منشور هو في حقيقة الأمر، ولكن صارت ضجة كبيرة حوله في علاقة بما قالوه زوز نواب حول الأستاذة عبير موسي زميلتك النائب ورئيس كتلة الدستور الحر. من حيث المبدأ الساعة، أنا لست ناطقا رسميا باسم البرلمان، وأنا لا أمثل إلا نفسي. هل ريت مني في البرلمان تشويش، خدمة ضايعة، تضيع وقت؟ هذا نجاوبك عليه. ما نجمش نجاوبك على الزملاء الأخرين. واحد. اثنين، أي تعليق نعمله على أي حاجة تبع نائب تكون في إطار مهام. خليني نبشرك، رانا النواب بشر كيفنا كيفكم، نحكي نفس لغتكم، ونقعدوا في القهوة، ونقعدوا في حياتنا الخاصة في القهوة، نحكيو كيف ما تحكيو أنتم الناس الكل، دونك ما غير ما نزيدوا على بعضنا، نحكيو بنفس المعجم وبنفس اللغة. على شو عندك حق تحاسبني؟ على كلامي الرسمي في جلسة، في لجنة، في تابع الخدمة. هذاك أنا مطالب كنائب يمثل الشعب أن أكون مستوى عالي. أما كنقعد مع أصحابي في القهوة نلعب في الرمير ونحكيو كيف الناس الكل، ونواب الكل باش يكونوا واضحين حتى في البيبات. فما لو كان الكلام هذاك قالته سامي عبو في جلسة، في جلسة عامة، في لجنة رسميا، وحاسبوا عليه. إيش تقول في بينكم شخص آخر يدخل في نطاق المعطيات الشخصية؟ مهمنيش أنا وياك نخرج كخرجنا لبرا، يظهر لي أنا وقت الأخبار حكينا بكلام اللي ما نجم حاسبنا عليه حتى حد، ودبر فينا حتى حد. هكا أنت نائب وأنا صحفي، لكن في فما شكون اعتبر وأنه الكلام هذا يختير؟ أولا لأنه قد يؤشر على وجود محاولات لتلفيق قضايا لعبير موسي. ثانيا فما استياء من نوعية الخطاب، يقول لك مش معقول نائب تصف زميلتها النائب، سمحني في العبارة واعتذر على استعمالها، بالكلب. إذا ما هوش في جلسة رسمية بناتي أنا وياك نحكي نقول شو نحب، راهو مش أنبياء، لا رؤساء الحكومة، لا الوزراء، كنا بشر. تحاسبني على كلامي في الجلسة الرسمية. يعني في تقديرك سامي عبو وبشر الشابي ما أخطأوش في حق عبير موسي؟ مدامي خاصة يسميه تمساح، كلب، تنين، علي يحبوا أمورهم. لو قالت الكلمة ذاك في جلسة عامة في لجنة وقت نحاسبك كبرلماني، تو احنا شنو باش ندرش على بعضنا؟ خيتوانسة بنا لغة نحكيو شنو، ما غير ما ندخلوا في المدينة الفاضلة في المزايدات، بنا لغة نحكيو. التسجيل انه صار وتسريب ذاك مسيء اعتقد، ما جلس حناش. معنا انا وياك جينا قاعدين في القهوه تو حاطين واحد ميكرو، خرجنا نكلمكم ما نحبوش نقولوا ما نحكيوش بيه في وسيله اعلام عادي. يعني اعتقد انه الامر خذا اكثر من الحجم نتاعو. يلزمنا نثبت، وليش النائب زاد يرجع كيما عاد بن علي تلفت يمين وسار قبل ما يقول كلمه زاد. نائب بشر وتونسي كيفنا كيف امراه. طيب نختم موضوع التونسيين بالخارج ياسين العياري، وانت نائب عن التونسيين بالخارج، حضور وزير الخارجيه في مجلس نواب الشعب في لجنه الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيه اثار جدل كبير يوم الخميس الفارط، ومواقف عديدة وردود فعل مختلفة وردت في أعقاب هذا اللقاء. أنت كنت حتى علقت على ما كتبته زميلتك سيدة لونيسي في علاقة بتصريحات وزير الخارجية اللي يقول أنه عن توليه مقاليد الوزارة فوجئ بأن الدولة مهمشة والكل يمارس المزايدة والشعبوية، مؤكدا وجود تقصير في استغلال الجالية، وأنه الجيل الثاني والثالث والرابع قد ضاعوا بسبب قلة المتابعة من السفارات التونسية بالخارج، وأن الدولة فشلت في استغلال جاليتها بالخارج، متحدثا عن لوبيات تمثلها الجالية ببلد الإقامة. وعلق الرأي على بعض النواب القول أن الدبلوماسية ليست سياحا بل هي مسألة دقيقة، وكل كلمة تقال يجب التثبت منها لأن مصلحة تونس فوق كل اعتبار، وأكد على عدم وجود سياسة برلمانية وأن كل ما يقال في الموضوع كذب، وأكد أيضا أنه يجب التوقف عن المزايدات واحترام كل شخص لغيره ومعرفة حدوده. الحقيقة جدل كبير رافقت التصريحات هذه، يبدو أنه وزير الخارجية ما كانش متفطن، وأنه الجلسة قاعدة تتسجل وتذاع في الفيسبوك وفي قناة اليوتيوب بالنسبة لمجلس نواب الشعب. البعض مشى حتى لدرجة المطالبة بإقالة وزير الشؤون الخارجية، ويقول لك هذا اعتراف وأنه التوانسة بالخارج اليوم فما حد مستعرف بهم وكأنه ما هو مش توانسة. ثم ثلاثة مستويات لمعرفة الموضوع. المستوى الأول، وزير الخارجية، وخي أنت تحكي ككرونيكور هك مش كوزير خارجية يا اخي. انا منيش مطالب وزير الخارجيه باش يقول لي راه اللي قبلي ما خذاش الجيل الثاني والثالث والرابع تبعهم. انا عيط لك باش تقول لي انت ايش باش تعمل الجيل الثاني والثالث والرابع؟ ايش باش تبكي لي؟
كرونيكور في الصحافه يقول لك يمشي الخارجيه يجي الثاني كذا ناي في المعارضه يقول لك فتصرف. وسمحني اذا الدوله خايخه كيما هكا شكون اجبرك باش تقعد في الحكومه؟ شكون بالله اللي شاد دوسي ولا عامل ضغط على السيد وزير الخارجيه يرفعه؟ السيد مش عاجبه حتى شيء. كي مش عاجبك وخيل عندك ليش باش تعمل؟ ليش عملت؟ تتوزع بالخارج مرمتهم تمرميت. هذه الحكومه مرمتهم تمرميت تقول متشمت فيهم ونستغرب. يوسف شو اسمه؟ ليس فخفاخ سان لابسيوس هذا قلت يوسف الشاد ليس فخفاخ كان مواطن بالخارج. تولي تبيع لهم العمله بالنوار، تصعب عليهم، تمرمدهم، تعمل فوضى، فوضى حقيقيه في الريباتريمون وفساد. فساد في الريباتريمون، هذا ولد فلان يروح هذا والاخر اسحاق ما يروحش. وبعد جيت تحكي لي على الدوله خيخر انت سامحني انت وين في الدوله انت كانت قد روحك تفضل صلح انت قد روحك جاي تشكي لي انا جاي نشكي لك انا معارضه مع الخارج نشكي لك مش تشكي لي المستوى الثاني بالنسبه لك يا سي العير كان من الاجدر وانه يستقيل وزير الشؤون الخارجيه عوض وانه ما نجمتش يتبنى هذا الخطاب ما نجمتش صعبت عليك خي خبرتي ما تقدهاش لا يكلف الله نفسا الا وسعها مش قاعد تعمل سيب عليك مو سهل الدولة راي مو سهل حل مشاكل الناس راه مو سهل خدمة ما ينفع الناس لكن يقول لك ايضا النواب وكانهم ثم نوع من المزايدات وقال وتحدث حتى عن كذب قاعد يصير ويدور في اروقة المجلس في علاقة ببعض القضايا اللي تم توانسة بالخارج عديد الملفات اللي تم التونسين بالخارج هي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية ولا تتبع وزارة الشؤون الخارجية انت جيت للمستوى الثاني في الرد علي صحيح ثم مشكل انه تفرق بين القبائل التونسيه في الخارج. كنا طالبنا وزاره التونسيين بالخارج النهضه في برنامجها وهي تحكم وزاره التونسيين بالخارج تلم هذا الكل. صارت محاوله مع يوسف الشاهد حتى رضوان عياره وقتها وزير بلا حقيبه بالتونسيين بالخارج. الخارجيه قتلوا الذمم تاعي والشؤون الاجتماعيه قتلوا الذمم تاعي. ما ثماش رغبه اقول لك بصراحه حاقرينهم مطفينهم وشوف فيهم بقره حلوب تجي مره في الصيف نحلبوها وتروح. هذا هو ما السنه ما ثماش مروحه على الكورونا لقاو طرق اخرى اللي حلبانها والتحيل عليهم لانه الدوله اليوم تبيع في الفلوس في النوار تحسب لك انورو ان دينار في حين انورو سي 30 سنتيم معناها ان دينار سي 30 سنتيم وبكل وقح ماهوش عملوا معاه مليح اي سامحني انت مقعود في الحكومه ماك تحت المجلس الوزاري يقول رئيس حكومتك عمل لي خويا هيك نتاع تمسيب الخارج ما يمنعك من ذلك سيقف معك النواب ان اكد لك ثم كذب ومغالطات وزاره الخارجيه خرج بيان عندك الحق باش تكلم راهو انه مؤسسه الدوله تضغط على بعضها البعض ديناميكيه ديمقراطيه وخيك انت مستانس بعهد صوت واحد ولون واحد اختك ما اختك من تونس اليوم برا شوف انت تشي في مصر يخدم غاديك على روحك لاباس. النقطه الثالثه ولمت على سيد الونيسي لانه اللي عملته بصراحه مش حلو. الوزير ايش قال؟ قال بوضوح انا ما عنديش الادوات الكل باش تهب تونس بالخارج راهو اشتر هنا واشتر هنا تمنيت لو كان جا عندي هيكل في الوزاره نتاعي لا يهب تونس بالخارج شكت بسيد الونيسي الوزير قال لكم مانيش وزير الجاليه مانيش وزير التونسي بالخارج وزير الخارجيه وشعلت الجاليه يعني السيد الونيسي حرفت كلام الوزير نعم ومع سبق الاثاره والترصد وهي كانت وزيره وتعرف معناها باي هدف هز التليفون واسالها انت صحافي انت صحافي مش انا ريتك كتبت تدوين عليه كتبت تدوين هي قلت كتبت تدوين مش ليها عليها هي للراي العام راه ما قالش هكاك قال هكاك ونص هقول لك ثم حاجه قالها غلطه نعطيه اما تشعل في الجاليه تشعل في التونسي بالخارج اللي هم ربي يعلم بحالهم تصريحات مغلوطه انت كنت وزيره انت وتعرف معناها يحرفوا لك كلامك وفي وضعيه ربي يعلم بهم تونس في الخارج. ما العمل يا سي العيار انت اليوم نائب شعب تنجم تقدم مبادرات تنجم تقدم مقترحات والله العدد المقترحات اللي قدمناه حسابيا كي تحسبها بعدد النائب تلقى معناها تشوف نائب واحد قداش قدم وتقارنها ببقيه النواب الاخرين تلقى اللي احنا مانيش كلام برك احنا في امل وعمل نقدموا نحلوا مشاكل الناس نخدموا نقترحوا نضغطوا في ثم امور كما التوانسه بالخارج مثلا والله اللي يهمني لا حكم لا معارضه ولا يهمني انت حزب شكون تبع شكون هذا موضوع يهم التوانسه نضرب عليه بالبوني ونهبطوا في البيلون تاعنا رانا كل شهر ونجم تشوف قداش من اقتراح اقترحنا قداش من تبديل عملنا قداش المشكله حلينا بنين برك رانا ما نتعاملوش مع السياسه بسلبيه ولا انت تبع شكون شي مركي بونتو لا احنا نتعامل شعارنا شنو شعار الحركه نتاعنا ما ينفع الناس نتمنى انه يتم الاشتغال على الملف هذا لانه برشا اتصالات جاتنا من التوانسه بالخارج راهو ماهوماش منقطعين على تونس راهم يتبعونا صدقني عايشين في تونس اكثر منا ويتبعوا برامجنا ويتبعوا حواراتنا ويتبعوا نقاشاتنا ويتبعوا المستجدات
ومتعلقين بشكل كبير بتونس وتهمهم تونس كما أي مواطن تونسي آخر. إن شاء الله نرجع في مرة أخرى على هذا الموضوع لأنه ملف كبير، إن شاء الله يكون فما جديد، إن شاء الله يكون فما مبادرات، لأنه مش معقول وأنه اليوم يحسوا أنفسهم مضامين جليتنا في الخارج. ليهم كل التحية وليهم كل الاحترام. شكرا لك ياسين العياري عضو مجلس نواب الشعب عن أمل وعمل اللي بقيت فيها كانتي. لا 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 لا، ظلم كبير، ظلم كبير، ظلم كبير جدا. عملوا عمل مجموعة من الناس، اخترنا اللي عملوه في العمل البرلماني، نظموا البيت الداخلي بعد نتائج انتخابات، وإن شاء الله تطلعونا. شو تولي حزب سياسي؟ ثم إمكانية، ثم إمكانية تحول حزب سياسي. ثم واضح. شكرا لك ياسين العياري. بعد شوية نستقبلوا محمد الهنتاتي عضو جبهة الإنقاذ الوطني وتحرك يوم أمس في ساحة باردو في مجلس نواب الشعب مطالبة بحل البرلمان، انتقادات كبيرة لأداء البرلمان وجدل سياسي، وسنحكي بأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع بعد قليل مع محمد الهنتاتي.